burns very rapidly. الوقود حرق بصورة مفاجئة. The velocity of burning is controlled by chemical kinetics. velocity of burning عملية ال أو سرعة الاحتراق is controlled by chemical kinetic. ممكن يسيطر عليها بواسطة الكيميكال كاينتيك اللي هي عملية تحويل العناصر المشتركة في التفاعل الكيميائي المعروف باسم الاحتراق، تحويلها إلى نواتج احتراق المعروفة اللي هي CO2 والCO والH2O بالإضافة إلى أكاسيد النيتروجين. There is also a partial combustion of a fuel which is continuous to be injected during this period. أيضا there is also partial combustion of fuel، يحدث اشتعال لجزء من الوقود، which is continuous to be injected during this period، ويستمر خلال هذه الفترة بالنسبة للوقود اللي المراد حقنه في داخل حجرة الاحتراق. هذه حدث اشتعال ذاتي uncontrolled combustion، حدث اشتعال ذاتي المن لكمية من الوقود أثناء عملية حقنها بداخل حجرة الاحتراق، طبعا بعد ما مرت بمن بفترة الديلي بيريود اللي هي فترة الفترة الأولى اللي هي قسمناها إلى فترتين، فيزيكال ديلي وكيميكال ديلي. طبعا حدثت عملية الاحتراق الغير مسيطر عليه، تكونت عندي لهبة بداخل حجرة الاحتراق بفعل الاحتراق الغير المسيطر عليه. هو هذا الاحتراق الغير المسيطر عليه، راح يبدي النوزل يحقن وقود على كرة اللهب الموجودة بداخل حجرة الاحتراق. بهالحالة سمينا هذا الاحتراق بالاحتراق المسيطر عليه، لأن احنا دنضخ وقود على كتلة من اللهب، وهذه كمية الوقود اللي دنضخها دنتحكم بها، لذلك سمينا بالاحتراق المسيطر عليه. طبعا الكنترول كومباشن اللي هو الديفيوجن فليم، عملية انتشار اللهب بداخل حجرة الاحتراق. في هذه اللحظة المكبس دا ينزل من التوب ديد سنتر باتجاه البوتوم ديد سنتر، واللهبة دا تنتشر في داخل حجرة الاحتراق. طبعا اللحظة على البي ثيتا دايجرام اللي هو هذه الفترة الأولى من A إلى B، والفترة من B إلى C اللي هي الكنترول كومبوشن، والفترة من C إلى D دا نلاحظ بأنه الضغط دا يرتفع من C إلى D اللي هي فترة الديفيوجن اوف فليم وذين كومباشن تشامبر هذا كما نلاحظ هنا. نأتي إلى محاضرتنا. The rate of combustion in this stage is determined mainly by how rapidly the fuel vapor are heated. The rate of combustion in this stage، معدل الاحتراق في هذه الفترة، is determined mainly determined mainly يحدد بصورة رئيسية by how rapid the fuel vapor are heated، بكيفية تسخين الوقود and mixed with air، وخلطة مع الهواء. During this stage، خلال هذه الفترة، the moving piston increase the volume of the cylinder. المكبس المتحرك راح يزيد لي من حجم حجرة الاحتراق. And thus the end of this stage is to right of TDC. ونهاية هذه الفترة هي في TDC، في الجزء الأيمن من TDC، يعني كما موجود بالرسم أمامنا. نهاية هاي الفترة وين؟ بالجزء الأيمن من التوب ديد سنتر كما في الرسم الموجود أمامنا اللي هو خاص ب البي ثيتا دايجرام. This end is characterized by the point of the maximum cycle temperature. هذا ينتهي ويميز بواسطة البوينت اللي هي تكون بيها maximum temperature. طبعا هو نهاية عملية الاحتراق، فشي طبيعي يكون عندنا البوينت اللي هو بنقطة دي هي maximum temperature من C إلى D، maximum temperature. This period is affected by، هذه الفترة تتأثر ب rate of injection of a fuel، معدل حقن الوقود داخل حجرة الاحتراق. اثنين، أيضا turbulence in the cylinder،
الاضطراب في داخل حجرة الاحتراق. طبعا الاضطراب في داخل حجرة الاحتراق نلاحظ محركات الديزل أشكال المكابس من الأعلى، تاج المكبس يكون على شكل مخروط، على شكل مخروط، حفرة موجودة في المكبس على شكل مخروط. أثناء عملية حقن وقود الديزل داخل حجرة الاحتراق على رأس المكبس يرتطم قطرات الوقود في المخروط، ومن ثم تغير اتجاه مسير هذه القطرات وتكون تيربولنت بداخل حجرة الاحتراق، أي اضطراب في داخل حجرة الاحتراق لغرض مزج الوقود بصورة صحيحة مع الهواء وكذلك تبخيره بصورة صحيحة مع الهواء لضمان عملية حدوث الانكونترول كومبشن، وبعد ذلك الكونترول كومبشن وبقية العمليات الأخرى اللي هي التيل كومبشن، وهكذا تستمر عملية الاحتراق في داخل حجرة الاحتراق. أيضا يعتمد الديفيوجن أوف فليم على الانجكشن أوف انجكشن بريشر. طبعا الانجكشن بريشر شيء جدا مهم بالنسبة لمحركات الديزل، كل ما زودنا ضغط الحقن في داخل محرك الديزل حصلنا على قطرات ناعمة جدا. القطرة الناعمة من مميزاتها بأنه تتبخر بصورة سريعة على الرغم من تقليل المساحة السطحية الخارجية، لكن layer of fluid which will be injected within combustion chamber is very 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 thin، يعني أنه طبقة الوقود اللي هي دخيتها في داخل حجرة الاحتراق راح تكون جدا 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 قليلة، لذلك تكون السمك مالتها قليل، لذلك يكون عملية تبخيرها سهل سهل جدا، مما يؤدي إلى مزجها مع الهواء. هذا البخار من يتكون بصورة سريعة راح يمتزج مع الهواء بصورة سريعة أيضا، يعني أنا خليت وقت للامتزاج وبذلك للاتحاد بخار الوقود مع الأكسجين وكونت السي او اللي بالتالي راح يمتزج مع الاو واكون السي او 2 بالاضافه الى طاقه حراريه عاليه، وبالاضافه ايضا الى الهيدروجين اللي يمتزج مع الاكسجين واكون الاتش 2 او اللي هو بعد ذلك يخرج مع الاكسجين. الانجكشن بريشر عامل جدا جدا مهم، وكذلك التيربلنس في تصميم المكابس الخاصه بمحركات الاحتراق الداخلي اللي هي محركات الديزل. أربعة tail of combustion after burning، هذه نهاية عملية الاحتراق اللي هي وين تكون؟ تكون بهذا الجزء، اللي تكون بهذا الجزء، وهذا الرسم هو مستقطع من هذا الرسم لغرض بيانه بالأعلى. هذا الجزء اللي هو الاي في هو نهاية عملية الاحتراق. This stage commences from the point of the maximum cycle temperature، هذا الجزء او هذا الستيج او هذه المرحله تبدا from the point of the maximum cycle temperature، من النقطه التي فيها يكون درجه الحراره الخاصه بعمليه الاحتراق عاليه جدا. The rate of heat release، معدل الحراره المتحرره in this phase، في هذا الطور من عملية الاحتراق of combustion gradually dropped to zero، انه الحرارة المتحررة الناتجة من نهاية عملية الاحتراق راح بعد ذلك تكون انه gradually تنخفض للزيرو، يعني بالتدريج راح تنخفض للزيرو. هنا عندنا ايضا كيرف اخر للتعريف بصورة مختصرة أيضا عن عمليات الاشتعال اللي تتم في داخل محرك الديزل، هي من الـ A تمثل الـ Start of Injection، الـ AB هي Delay Period كما موضوح كما موضح أمامنا، الـ AB Delay Period، الـ C الـ End of Injection نهاية عملية الاشتعال، الـ A C total injection span، يعني احنا بدينا بالانجكشن من اي الى سي، لانه السي هي الاند اوف انجكشن، البي الكومبشن ستارت ات سبوت اور سبوتس وير اس اي تي از ريتشد، البي هذه الكومبشن ستارت، قلنا احنا بالبي تنتهي فتره الديلي بيريود ونبدي بعمليه الاشتعال.
طبعا عمليات الاشتعال في محركات الديزل تكون مصحوبة بملوثات عالية تضر بالبيئة وكذلك تضر بكل المخلوقات المتواجدة على سطح الكرة الأرضية. وعملية الاشتعال بالديزل مهما طورنا في محركات الديزل تبقى نسب الملوثات مرتفعة. لذلك بعض الدول قررت أنه تلغي العمل في بعض محركات الديزل، وتم بيع المحركات المتواجدة لديها أو المركبات التي تعمل على وقود الديزل المتواجدة لديها على الدول المجاورة لها أو الدول البعيدة عنها، لأنه هذه الدول عملت إحصائية حول عدد الوفيات بسبب التلوث الناتج من محركات الديزل، فكان العدد رقم مذهل، لذلك قررت هذا القرار باختصار أنه المحركات الخاصة بها تعمل على وقود البنزين ووقود الغاز السائل لتقليل الملوثات.